راح فين يا فاطمة؟ رايح أسمع شعبان. جاية منين يا فاطمة؟ كنت بسمع شعبان. راح فين يا فاطمة؟ رايح أسمع شعبان. جاية منين يا فاطمة؟ كنت بسمع شعبان. شعبان شعبان، هي الناس بتحب شعبان بالشكل ده؟ طب أنا كمان هسمع شعبان، ومفيش شعبان أحسن من شعبان. يلا كلنا نسمع شعبان عبد الرحيم. حناني
ازاي دلوقتي تنسى حناني ده انت خليت حملي تقيل بتنسى ليه امك وابوك من بعدهم يا ابني يحبوك تنسى ليه امك وابوك من بعدهم يا ابني يحبوك بتنسى ليه امك وابوك من بعدهم يا ابني يحبوك بتنسى ليه امك وابوك من بعدهم يا ابني يحبوك اكسب رضايا يا ابني وضنايا اكسب رضايا يا ابني وضنايا ريح امك ريح ابوك من اللي خد قلبك مني خلاك في يوم تبعد عني وبتشتكيني وتبكيني وبتشتكيني وتبكيني وانت قاعد متهني من اللي خد قلبك مني خلك في يوم تبعد عني مين 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 اللي خد قلبك مني خلك في يوم تبعد عني وبتشتكيني وتبكيني وبتشتكيني وتبكيني وانت قاعد متهني كان عشم يوم يا ابن الشن ما كانش عشم يتزعن كان عشم يوم يا ابن الشن ما كانش عشم يتزعن كان عشم يوم يا ابن الشن ما كانش عشم يتزعن لو الشيطان رمك عليا لو الشيطان رمك عليا ما يبعدك ابدا عني هدعيلك مش هدعي عليك انا هدعيلك مش هدعي عليك وربنا يا ابني هيحميك هدعيلك مش هدعي عليك وربنا يا ابني هيحميك هدعيلك مش هدعيلك وربنا يا ابني هيحميك ومهما كان انت حبيبي ومهما كان انت حبيبي وقلب عمره ما يقسى عليك هدعيلك مش هدعي عليك ربنا يا ابني هيحميك هدعيلك مش هدعي عليك وربنا يا ابني هيحميك ومهما كان انت حبيبي